أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبما رحمة من الله لنت لهم. وقلنا إن قول الحق فبما رحمة ومجيء ما تدل على أنها أمر لا يمكن أن يدرك كله، فدخل تحت الإبهام بما، لأن الشيء إذا كان ضخما قصر عنه الإدراك، كما أنه إذا كان لطيفا دقيقا قصر عنه الإدراك. وقلنا إن هذه الآية جاءت عقب أحداث حدثت في أحد. الحدث الأول أنه صلى الله عليه وسلم رأى أن لا يخرج إلى القوم بل يظل في المدينة، فأشار عليه المحبون للشهادة والمحبون للقتال والمحبون التعويض عما فاتهم من شرف القتال في بدر أن يخرج إليه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند رأيه ولبس لأمته، فلما أحسوا أنهم أشاروا على رسول الله بما يخالف ما كان قد بدأ به تراجعوا وقالوا يا رسول الله إن رأيت ألا نحو، فقال ما كان لنبي أن يلبس لأمته ثم يرجع، مدام تعدل الحرب انتهت المسألة. هذه أول مسألة. وبعد ذلك تخلف ابن أبي بثلث الجيش أنا سنة. وبعد ذلك خالف الرماة عن أمره صلى الله عليه وسلم وتركوا مواقعهم، رغم أنه حذرهم من ذلك وقال إن رأيتمونا نطاردهم حتى ندخل مكة فلا تبرحوا أماكنا، وإن رأيتموهم طاردونا حتى دخلنا المدينة فلا تبرحوا أماكنكم. وأظن أن مثل هذا، ولكنهم خالفوا عن أمر رسول الله. هذه مسألة ثالثة. الأول مسألة المشور، الثانية مسألة الانخذال من ابن أبي بثلث الجيش، الثالثة مخالفة الرماة لأمره صلى الله عليه وسلم، الرابعة فرارهم حينما قيل قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخامسة أنه حين كان يدعوهم وفروا لا يلوون على شيء. كل تلك أحداث كادت تترك في نفسه صلى الله عليه وسلم آثارا. فالله سبحانه وتعالى يقول أنا طبعتك على رحمة تتسع لكل هذه الهفوات، والرحمة مني، وما دامت الرحمة موهوبة مني فلا بد أني جعلت فيها طاقة تتحمل كل مخالفة من أمتك ومن أتباعك. ولا تظن أنك قد أرسلت إلى ملائكة، إنما أرسلت لبشر، والبشر خطاؤون، البشر من أهل الأغيار. فلهذا اجعل المسألة درسا، وأنا فطرتك على الرحمة، وأنت بذاتك طلبت مني كثيرا الأمر لأمتك. كلما هموا بك بسوء أقول لك أطبق عليهم الأخشبين فتقول دعهم يا رب لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحدك. كل ما يجي أمر أنت رحيم بهم، فأنا أطلب منك بالرحمة التي أودعتها في قلبك والتي حلت لك فاستعملتها في كل مجال. بهذه الرحمة لنت له، وبهذه الرحمة التفوا حولك، التفوا حولك لأدبك الجم، لتواضعك الوفير، لجمال خلقك، لبسمتك الحانية، لنظرتك المواسية، لتقديرك لظرف كل واحد، حتى انك اذا وضع اي واحد منهم يده في يدك لم تسحب يدك انت
حتى يكسبها هو. ايه خلق عالي كل ذلك انا اجعله حيثية؟ لماذا؟ لتتنازل عن كل هذه الهفوات، وليسعها خلقك، وليسعها حلمك، لانك في دور التربية والتأديب، والتربية والتأديب لا تقتضي ان تغضب لاي بادرة تبدو منهم، الا ما كنت مربيا ومؤدبا. فبما رحمة من الله لنت له، ولو كنت فظا غليظ القلب لم تضوا من حولك. لماذا؟ لانك تخرجهم عما الفوا من امور الجاهلية. والذي يخرج واحدا عما الف لا يصح ان يجمع عليه. اخراجه عما اعتاد بالاسلوب الخشن الفظ، لان في حاجة الى التودد والى الرحمة، لا تجمع عليه بين امرين. ولذلك يقولون في الذي ينصح انسانا، يقولون لو النصح ثقيل، لان النصح معناه تجريم الفعل في المنصوح. ما تعملش دي معناها ايه؟ ان الفعل ده مش كويس، فما دمت بتجرم فعله كده ما تجمعش عليه امرين، انك انت قبحت فعله واخرجته مما الف، وبعد ذلك بما يكره. ده هو في حاجة الى ان تصلها منك. ده احنا بنستعملها في ذوات انفسنا حين نجد مرضا يحتاج الى علاج مر، نغلف العلاج المر في برشام بحيث يمر من منطقة الذوق بلا الم، حتى ينزل في المنطقة التي لا تحس بهذه المرارة، لان الاحساس كله في الفم. فيعطون طبقة كده يستلزها الانسان لحد ما ايه؟ ما تنزل في المنطقة اللي ملهاش اشعار احساس. فاذا كنت انتم تعملوا كده في الامور المادية، يبقى لازم في الامور المعنية نعمل ايه؟ النصح ثقيل، فلا تجعله جدلا ولا ترسله جبلا. الحقائق مرة فاستعيروا لها خفة البيان، فاستعيروا لها خفة البيان. خفة البيان برضو تؤدي عنك، انما بدون استثارة وبدون اثارة وبلطف يحمل على التقبل، والمعنى يبقى واحد برضو. هو هتقوله هو الرجل الملك الذي رأى رؤيا ان اسنانه كلها وقعت، فجاء للمعبر ليعبر، فقال له اهلك جميعا يموتون. ياهو التعبير ما فرش منه، فراح لواحد تاني قال له ستكون اطول اهل بيتك عمرا. طب ما هي طب ما هو مدام اطول اهل بيته عمر، طب ما هم يبقوا ما هيموتوا قبله ولا ما يموتوش؟ تبقى هي ولا لا؟ هي الحقائق مرة فاستعيروا لها ايه؟ خفة البيان. ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. يبقى بالرحمة لنت لهم، وبلين القول تبعوك وألفوك وأحبوك. كلمة فظ، لو كنت فظا، الفظ ده ماء الكرش. الإبل لما تكون تجد ماء تقوم تشرب اللي يقضيها مدة طويلة وتخدله في كرشها، وبعدين لما ما تلاقيش ماء تقوم تكتر من الماء اللي عندها من المخزن وتشرب منه. ولذلك اظن في موقع من المواقع عملوا ايه؟ مش قعدوا يذبحوها وياخدوا ماء من ايه؟ من كرشاها. الماء تبقى من كرشاها طبعا، ماء ايه؟ قاتلة بقى. فادي معنى الفظ. ونظرا لان ده يورث يعني غضاضة كده، فسموا الفظاظة اللي هي خشونة القول، خشونة القول. والغلظ في القلب، الغلظ في القلب ده هو اللي بينشأ عنه الخشونة في الايه؟ في الالفاظ. ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. كل المقدمة ليلة رحمة طبعت عليها مني،
وبالرحمة منك لهم، وظهر أثر ذلك في إقبالهم عليك وحبهم لك، لأنك لو كنت على نقيض ذلك لما وجدت أحدا حولك. إذن السوابق تثبت إن دي إيه؟ طبعك وخلقك، لا تتخلف عن طبعك. برضو خليك إيه؟ الرحمة واللين، وبعد ذلك اعفو عنهم. واحنا قلنا العفو هو محو الذنب محوا، مش كظم غيظ، لان كظم الغيظ يبقى برضو المسألة موجودة في نفسك، الا انك انت ما بتعاقبش عليه، يعني كفيت جوارحك وكفيت لسانك، انما المسألة في ايه؟ في نفسك لسه. انما العفو يشيلها خالص. هذا بالنسبة لك. يمكن تقول انا من ناحيتي خلاص عفيت، انما انت مش مسلم لنفسك، انت وراك اله بيغار عليك. وراك اله بايه؟ فما يكفيش ان تعفو عنهم، لازم تستغفرني انا لهم. تبقى تستغفرني انا، لان مش كده من الممكن ان صاحب الذنب يعفو ولكن ربي ورب صاحب الذنب ما يعفوش. فبقول لا، انت عفيت انا من عندك، انت هنا، لكن انا ما تستفيدش انني بقول لك كده، وان كنت هتصر على انهم مذنبين انا مش هعذبهم، ده انا اعذبهم واخد منهم، انما انا عايزك ايه؟ تستغفرني انا علشان خاطرهم، تعفو عنهم دي خاصه بك، واستغفر لهم. واياك ان تخرج بسبب ما اشاروا به وترتب عليه ما ترتب من هزيمتكم في احد، وشجك وجرحك، كل اللي حصل ده نتيجة انه خرج للمعركة. فاياك ان تقول اشرت عليهم وطاوعتهم في المشورة وبعد ذلك حدث ما حدث، تقوم تكره انك ايه؟ تشاورهم. ما تقفلش هذا الباب رغم ما حدث ايه؟ رغم ما حدث من نتيجة المشورة بانها لم تكن في صالح المعركة. يعني لو كانوا الكلام الاولا، انما اصل المسألة معركة التأديب دي، ومعركة التهذيب، ومعركة التمحيص، يبقى اذا ما ترتبش عليها ان تكره المشورة. برضو شاورهم. ليه؟ لان لما يجي العفو وتستغفر لهم ربك وهو الى اخره، العفو في نفسك، واستغفار ربك تستغفره، قد تستغفره بعيدا عنهم ما يعرفوش، انما لما تبتدي بقى انت تعمل عملية نزوعية وتبتدي برضه تشيرهم، يبقى اكن المسألة الاولانية انتهت. وما دام المسألة الاولانية انتهت، يبقى استأنفنا صفحة جديدة وخدنا الدرس والعظة اللي هتنفعنا في اشياء كثيرة. ولذلك تجد بعد هذه المعركة كما قلنا الامور مشت ايه؟ ليه؟ لان التجربة والتعليم والتدريب اثر واثمر، لدرجة ان سيدنا ابو بكر لما جاءت حروب الردة ماذا صنع؟ يشاور؟ ولما شاور قالوا له لا ما تعملش، هل سمع مشورتهم؟ لا ما سمعش، انما شاور ولا لا؟ شاور. فلا انفاذ المشورة حكم ولا رد المشورة حكم، المهم ان تحدث المشورة، لان المشورة تلقيح الرأي بآراء متعددة. ولذلك يقول شاور سواك اذا نابتك نائبة، خلاص، يوما وان كنت من اهل المشورات. ان كان الناس بيتكروك برضه، شوف بقى الشاعر ازاي كيف اهتدى ليقرب المعنى ده، مدام هو من اهل المشورة والناس بتاخد رأيه، طب وين الجمع شاور غدا هم بيشاورون؟ قال له شاور سواك اذا نابتك نائبة ايه في النائبات، يوما وان كنت من اهل المشورات، فالعين تنظر منها ما دنا ونأى، تشوف كل حاجة فيه، ولا ترى نفسها الا بمرآته. ما تشوفش نفسه الا بمرآته، لان ما يمكن المسألة اللي خاصة بغيرك عقلك متكون فيها، لانه لا هوى لك والحق هو الذي يكذبك. انما طب المسائل بتاعتك ممكن هواك هيدخل يلوث المسألة كده ويضببها ويحلها لك ويخليك تحسنها. فالعين تنظر منها ما دنا وايه
ولا ترى نفسها الا ايه بمرأة. اذا فالمشورة في احد كانت نتيجتها كما علمتم. يقول الله له اياك ان تأخذ من سابقة المشورة وانها مشورة ما نتحدش، اياك ان تأخذ سابقة من انك تقطعهم ولا تشاورهم. ليه؟ لانك لن تظل حيا فيه، هيجي وقت يحكمهم مثلهم، وما دام يحكمهم مثلهم ما تحرموش انه ياخد اراء الغير، ولما ياخد الاراء ويبقى قدامه اراء متعدده يبقى هو بحكم الولايه وبحكم انه الامام يستطيع ان يفاضل ويقول دي كذا ودي كذا ودي كذا، الا ان يفوض. وشاورهم في الامر، فاذا عزمت فتوكل على الله. وقد عزم رسول الله ايضا على الحرب ولبس لأمته، بقى هو كان يلبس اللأمة اللي هي عدة الحرب، وبعد ذلك يقولوا له تاني لا خليه يقوم يقلعها تاني، بقى هي المسألة ايه بقى؟ مش ارجعها بقى، عزمت فتوكل ايه؟ فتوكل على الله. ادي فايدة الايمان. فايدة الايمان ان الجوارح تعمل والقلوب تتوكل. شوف المعادلة الجميلة، الجوارح ايه؟ تعمل، انما القلوب تتوكل. الجوارح تقول ايه؟ هنزرع نحرق، نجيب البذر الكويس نروج نحط سماد نشوف مش عارف ايه، افرض ان هنا صقيع ولا بتاع ولا خايف على النبات منه نجيب قش ونغطيه، كل دي عمل الجوارح. وبعد ذلك القلوب تتوكل، فإياك أن تقول المحصول آتٍ 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 لأنني أحسنت أسبابي، تقول لا فوق الأسباب مسببه. تبقى الجوارح إيه؟ تعمل والقلوب تتوكل. يبقى إذن الإسلام جاي بإيه؟ بحسين اثنين. قال لك لأن هي دي فايدة الإيمان، لأنني مؤمن بإله له طلاقة القدرة، يخلق بأسباب ويخلق من غير أسباب. الأسباب لك يا بشر، إنما فوق الأسباب لي يا رب. فأنت حين تعمل أخذت الأسباب، وحين تتوكل ضمنت المسبب. حين تتوكل ضمنت إيه؟ يبقى التوكل هو إيه بقى معنى؟ الجوارح تعمل والقلوب. اياك ان تظن ان التوكل ان الجوارح ما تعملش، يقول ده الكسل او التوكل الكاذب. توكل، ولذلك الدليل على كذبه انه يحب ان يتوكل فيما فيه مشقة، والسهل ما يتوكلش فيه. قلنا للراجل اللي بيتوكل ما يشتغلش، يقول ما انتش متوكل، وبعدين يجيله الاكل لحد، يقول له لو كنت صادق في التوكل بقى اياك ان ايه تمد يدك الى لقمة لتضعها في فمك، خليه متوكل على طول. وخلي بقى التوكل يجيب لك اللقمة يحطها فين؟ في بقك، والتوكل هو اللي يعملها لك كده ويمزغ لك. امال طب السهلة دي بتعمل ليه؟ اشمعنى هنا؟ يبقى انت بقى تتوكل بكسل بقى، دي بلادة ايمان. يبقى ايه؟ يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى يقول ايه؟ واستغفر لهم وشاورهم في الامر، فاذا عزمت فتوكل على الله. شوف شوف كلمة عزمت وتوكل. عزمت تقتضي عزيمة، خلاص؟ والتوكل يقتضي اظهار عجز. لان ما معنى التوكل في الحقيقة هو ايه؟ اظهار العجز، مش كده؟ يعني معنى انني اتوكل على حاجة ان عجزي اسبابي ايه؟ انتهت، وبرجع الى اللي عنده قدرة ما عندهش عجز، مش كده؟ وهو بقى الايمان ده التوكل المطلق. لما يجي واحد يقول لك انا وكلت فلان بقى، انا ما اقدرش على الحكاية دي فانا وكلت ايه؟ معنى توكيله انه اظهر عجزه ولا لا؟ وبعد ذلك ذهب الى ما غير عاجز ولا لا؟ كذلك الايمان. نعم، التوكل معناه تسليم زمام امورك الى الحق ثقة بحسن تدبيره. ثقة بحسن ايه؟ تدبيره. ما دام ثقة بحسن تدبيره ومن تدبيره ان اعطاك الاسباب،
فما تخدش ما تردش ايد الله الممدودة بالاسباب وبعدين تقول له عاوني بقى يا رب اعمل. لان احنا قلنا كمان في سورة الفاتحة الانسان لما بيدعو بيقول ايه؟ واياك نستعين. معنى نستعين نطلب منك المعونة. اكلنا بنعمل ولا لا؟ اياك نعبد واياك ايه؟ وعلى الله. وعلى الطيب سب. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. المؤمنون بمين؟ به. ومدى مؤمنين به من ايمانهم به انه اله قادر حكيم عالم بالمصلحة. وما فيش احسن من انك انت توكل توكل ده. وما كان لنبي ان يغل. الله انتقلت المسألة نقلة ثانية خالص. ما كان لنبي ان يغل. طب ايه علاقة الاية دي؟ اولا يغل يعني يخون في الغنيمة. ان ينصر. طيب اطلاع طيب اذا عزمت فتوكل على الله. ايوه. ان الله يحب الايه؟ المتوكل. ان ينصركم الله فلا غالب لكم.